تصبح عليك مرة ثانية يا شيف. أهلا وسهلا. كيف أجواء العيد عندكم عادة في الجزائر؟ والله أجواءنا نفسها بكل الجزائر بس يعني إيش عادة يعني تسووا يعني الصبح أول يوم؟ يعني أول يوم أكيد رجال بيروحوا على الجامع، بعدين لما يرجعوا لازم نحن بمنطقتي لازم نحضر شربه أول شيء. قبل القهوة. أوكي، من الصبح بعد صلاة العيد. أوكي. بنقول بنسميها تشيشة. شيشة؟ يعني بالبرغل، مش برغل، بالفريكي. ايش اسمها؟ تشيشة. اوكي، مو شيشة، تشيشة. اوكي، هذيك شيء ثاني. اوكي، هي بنحضرها اول شيء بناكله، يعني بنضل صايمين من يعني لما نتسحر، يعني ما بناكل للصبح، بناكل هذيك تشيشة، بعدين بيشربوا القهوة. الحلويات اللي زي فطور رمضان بس حطيتوها في اول يوم. بس بمنطقتي بالتلمسان، يعني بغرب الجزائر، بس المناطق الاخرى يعني عادي. القهوة اهم شيء. ايش انا سمعت عندكم نوع قهوه مميزه كمان. ايه، قهوتنا احنا بنسميها بريس، يعني بنطبخها على هي الماكينه اللي بتيجي تحت، بنحط المي. أوكي. وفوق بنحط القهوه، لما بتغلي بتطلع لفوق، بتعرفيها هي الماكينه اللي لا والله يعني يمكن انت ما شرحتي. بنسميها بريس، هي بنحط مي. ايه؟ بعدين في فلتر بنحط فيه. اوكي اوكي، بعدين هي بريس، هي جزائري. اوكي، بس هي هذه. ايه؟ اوكي، يمكن نوع البن اعتقد. نوع البن بيكون. ايه. طيب خلينا نبدا نطبخ اليوم. راح نعمل طعام، يعني كسكسي، بس نحن نقول طعام. طعام. ايه، نسميه طعام الجزائر. خلاص، طعام جزائري. ايوه تمام. نبدا بايش؟ راح نبلش بالمرق. اوكي، بسم الله. بالمرقه. ايوه، بنحط زيت. قولي لي شغلت الفرن؟ ايه شغلت. طيب الحمد لله. اكيد. السلامة. تستخدم زيت زيتون شوي. انا اتذكر في الجزائر هذه. ايوه، شو بيحبوا بالجزائر؟ زيت زيتون. إيه؟ والبصل، صح؟ ايه، بس زيت زيتون فيها مناطق فيها زيت زيتون روعة. ايه، يعني مختلفة. اكيد. أبنشي شاري. حط بصل. جميل فستاني كمان، هذا من الجزائر؟ لا لا لا، من هون. اي، لأنه كنت بقول إن مرة شبيه بحقنا يعني. الجزائر احنا عندنا لبس ثقيل كثير. ثقيل. إيه؟ يعني مستحيل بنقدر نطبخ فيه ولا نمشي. بالجزائر ما نقدروش نطيبوا به، مستحيل. مش نقدر. ما نقدروش يعني ما نقدر. بنقدر. ايوه، نطيبوا يعني نطبخ. ايوه به. اوكي اوكي. يعني ما، لانه لما يكون ثقيل والحركه ما بت صح، ما نجموش. أيوة. ما نجموش نتحركه. مستحيل. نخلي البصل شوي تتقلى. راح بحكيها جزائري، يعني الوصفه جزائريه بحكيها جزائري. خلاص تمام. فنقلب البصل، حطينا زيت زيتون. نخليها بس شوي، بعدين بنزيد معها صلصة الطماطم. صلصة الطماطم كنت حقولها بالجزائري. ايش المكونات عادة تكون؟ هي هذه، خلينا نشرحها بس للمشاهدين. هي هذه طماطم مصبرة. ايوه، مع بصل. لما تتقلى هي كي نقليوها مليح تعطي طعم احسن. اوكي، لما تتقلى. ايوه، عاده نضيفها بعدين في الاخير، بس لا، هي لما تتقلى احسن. أوكي. يعني احسن تطلع طعمتها احسن من. وايش الخضار اللي تستخدميها خاصه؟ انت قلت الخضره مختلفه عن. أيوة. المغرب نحن بنستعمل بس في. انا كابتسام بحب نحط البطاطا كمان. البطاطا بنحط نسميها كابويا. لا، ما حطيتها. أوكي. لانه مشان نحط، مشان ما يقولوا انت حطيتي شيء وحده هو ما بينحط. حطيت. لا، احنا نسميها كابويا، يعني وصفه ابتسام. ايوه. اوكي، كابويا. كابويا. اوكي، اللي هو الكوسه. الكوسه. زروديه. مين؟ زروديه. جزر يعني. اوكي، جزر. طماطم. ها، طماطش. طماطش هذه بسيطه. ايوه. ايه، حمص. حمص. اوكي، دجاج ولحمه. في ناس يعني بالعيله لحمه مع. أيوة. بعض. أيوة. اوكي، نحن بعيلتنا هيك بنعمل. في ناس ما بيحب، في افراد ما بيحبوا لحم. أيوة. في افراد ما بيحبوا دجاج، يعني بنحطهم الاثنين. فنطبخهم سوا. أيوة. مشان كل واحد ما يزعل. السايد اللي يبغى، حتى واحد ما يزعل. يعني مشان ولا واحد بيزعل. بس ما ياثر على الطعم يعني مرقة الدجاج على اللحمه سوا وكله؟ لا 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 لا. طب نضيف سمك يعني ولا ما يزبط؟ لا، مو بيصير طبق تونسي. راح يتغير، كل وصفه تتغير. يعني بعدين هلا نتقلل هذا ولا عم يتقلل؟ لا، هذا هو I think. فأتوقع فيه يعني أطباق مشتركة بين الجزائر وتونس والمغرب. أيوة، الكسكسي. نحن بالجزائر نحن عندنا كل ولاية، عندنا 58 ولاية، كل ولاية عندها طبعة تحب، يعني بتحط تاتش للكسكسي. أيوة. عندهم. أيوة. احنا عندنا نفس الشيء على فكره، نفس الشيء. يعني في السعوديه. أيوة. برضه كل الشيء. واحد بهاراته، كل واحد كل منطقه بتزيد من بيت شيء. غير منطقه من بيت. أيوة. البيت جارتي يكون. أيوة. شوي مختلف. امك بتزيد شيء. أيوة. جارتك بتزيد شيء. أيوة. كل شيء بيختلف. أيوة.
يعني المكونات بكل العالم موجودة بس كل واحد وكيف بيحط الوصفة. شوفي أنا فتحت لك هذا لأنه أسخن. أيوة تبغي. أوكي أيه. أوكي والنوع البهارات اللي حنستخدمها. إيه البهارات لك إياها بجزائري. أي قولي. فلفلك أحلى أو تفاوه. تفاوه أو فلفلك أحلى. أوكي فلفلك أحلى هي. فلفل أسود. إيه ملح. أيوة ملح. فلفل عكري. فلفل عكري البابريكا يعني. أيوة. أوكي قرفة. قرفة. قرفة عود. قرفة عود. سكنجبير. هذه إيش؟ سكنجبير. زنجبيل. زنجبيل بودرة يعني. أنا ما أقول سكنجبير. سكنجبير. سمنة. سمن. سمن. أنا سمعت سفنوب. لا سفنوب ما في سفنوب بعدين ما يبي سفنوب تشرب. سمن. 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 أوكي. سمن. أنا أقول سمن. تمام. هذه هي. هذا كل شيء. أي. هذه هي الوصفة يعني أسهل شيء الطعام سهل. يعني إحنا لما كنا صغار. لما نشوف يعني ماما بتحضر طعام نقول نخاف ليش يعني لما اتجوز صعب كيف رح حضره أيه. يعني صعبه كيش نوجد الطعام بعدين حضرنا مره او اثنين خلاص خلاص هي سهلة يعني عادي يعني شكلها سهل صراحه مو شكلها لا سهل صعب. بس هي بعدين هي رح نغسله بالماء نخليه ينشف بعدين نعمل له شوي زيت نحكه ونحطه يتفور